والله انا كنت ماشي على الاوتوبان واقصى سرعه كانت 120 كيلو. المهم انا قابلت عربيه شرطه، فقلت عادي دول اكيد ما لهمش دعوه بقصه السرعه دي، اكيد رايحين اي مهمه تانية. والمهم انا جاي من وراها ورحت معديها على 180 وبصيت لهم كده رحت مكمل. تخيل انت مش هتعرف بيهم خالص. المهم بعديها لقيتهم جايين ورايا، قلت ايه، لا اكيد بيتهيألي. اكيد بيتهيألي ايه. طب قال لي لا خلاص انا ما ينفعش كده، مش منظر رجوله ان انا اقلل السرعه، بقى يبقى كده باين ان انا خايف، اكمل على 180. اذا كنت راجل من البدايه خليك راجل للنهايه. رحت مكمل على 180، راحوا معديني، رحت موسع لهم، وبعد كده راحوا جم قدامي وراح قالوا لي ستوب. بس قلت ايه خلاص لبسنا يا معلم، انا اترحل دلوقتي. المهم راحوا موقفيني قالوا لي انت حضرتك ما شاء الله، يعني انت مش سهل في الدنيا كلها، ماشي على سرعه 180 ومش عارف ايه، واقصى حاجه 120. فقلت له ما خدتش بالي، فقال لي في ثلاث لوح عدوا، عديت عليهم وكلهم كاتبين 120. مش معقول مش معقول ما خدتش بالك من ولا لوح. قلت لهم يعني اصل انا بفكر في حاجات تانية كتير. قلت له صاحبي مشغول بقى. لا مؤاخذه، لا طبعا النظر. راح الراجل ضحك كده قال لي مفيش حاجه تانية عايز تقولها؟ عامل لك اقوال اخرى. قلت لك حاجات من الصبح انت مش راضي تصدق لك انت حاجه. فقلت له طب انا دكتور. دكتور على نفسك بره يا كلب. دكتور على نفسك بره يا كلب. دكتور على نفسك يا كلب. قلت له طب انا عندي نبطشيه دلوقتي في حته. فقال لي بس ده مش مبرر. قلت له طب حضرتك شوف اجراءاتك، انا كل اللي عندي قلته، شوف انت عايز تعمل معايا ايه واعمله. يعني انا من ايديك ولدي لايديك ولدي. قال لي يعني انا مستغربك، يعني بيقول لي انت ما شفتش العربيه بتاعتنا؟ قلت له شفتها. الراجل مبتسم وهو بيكلمني بيقول لي انا مش عارف اعمل معاك ايه. يعني هو معترض على الجهد بتاعك. حضرتك انا عندي نبطشيه دلوقتي، انا بعد اذنك عايز امشي يعني. قال لي طيب 5 دقايق وهتبقى الغرامه بتاعتك خلصانه. رخصك فاتش العربيه. خد الرخصه بتاعتي وقال لي في جواب هيجي لك على البيت. طبعا سرعه اقصى سرعه كانت 120 وانا ماشي 180، يعني 60 كيلو متر زياده عن السرعه المسموحه يا دوب. فيها منع سواقه لمده من شهر لثلاث شهور، مكتوب كده في القانون، ونقطه سوداء رخصه السواقه وغرامه 250 يورو. طبعا مش فارق معايا كل القصص دي، غير فارق معايا بس ان انا ايه، مش الرخصه ما تتسحبش. الرخصه ما تتسحبش عشان مش عارف اشتغل. فالمهم الحمد لله جالي امبارح الجواب، فتحته وانا ايدي على قلبي، كاتبين فيه ان انا ماشي 147 كيلو. الراجل عمل معاك احلى يعني واجب. الراجل عمل معايا واجب، لان هو قال لي انا مسجلك ماشي طول الوقت 180، وانت عارف ان انت ماشي 180، وانا عارف ان انا ماشي 180. الراجل كاتب لي في الجواب امبارح البوليس شاهد عليك انت ماشي 147، يعني معدي السرعه. قول له انا شاهد انا كمان. معدي السرعه ب 25 كيلو، غرامه 100 يورو ونقطه، ومفيش سحب رخصه.